لكل زوج متسلط عنيد فما عليك إلا بهذه الوصفة، سوف تجعليه خاتما في الأصبع يسمع كلامك مطيع لك، لأن هذه الوصفة تسلب منه الطاعة وتسلب منه القوة وتسلب منه الحكمة وهذا والديكتاتورية، وتجعلك أنت وتعطيها لك وتجعلك أنت من تتحكمين، أنت من تسيري العلاقة، أنت من لك النفوذ، تسلب منه النفوذ وتعطيه لك. سبحان الله، وصف معجزة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد مع الشيخ يونس المغربي. اليوم جاي لكم وصفة هذا ربط لسان الزوج وجعله لا يتدخل في أمورك. نعم، وصفة ربط لسان الزوج، ربطه إلى الأبد وجعله لا يتدخل في أمورك، مطيع لك، الكلمة كلمتك والشور شورك، لا يرفض لك أي طلب، يحترمك، يقدسك، يعطيك قيمة. سوف تجعلي كالكلب، نعم كالكلب، يحترمك ويسمع كلامك ومطيع لك، يعني يصبح هذا الإنسان كالخاتم في أصبعك. هذا الزوج يصبح الكلمة كلمتك في البيت والشور شورك، ولا كلمة على فوق كلمتك. وهي وصفة سهلة سهلة جدا، يعني تأتي كثير من الرسائل وكثير من الزبائن والزبونات، يعني الزبونات يريدون ربط لسان زوجهم لأنهم يعيشون في دكتاتورية وفي عنف وفي يعني في معاناة. فما عليك إلا بهذه الوصفة، هذه الوصفة سوف تخلصك من المعاناة إلى الأبد، وسوف تجعله خاتما في الأصبع، خاتم في الأصبع، يسمع كلمتك الشرشرك ولا كلمة على فوق كلمتك، ويصبح مطيع لك. نعم مطيع. وصفة سهلة سهلة جدا، كل ما سنحتاجه هو شمعة بيضاء، شمعة بيضاء، ثم خيط أبيض جديد، خيط أبيض جديد لا بد أن يكون جديد، ثم ورقة وقلم، وقلم أسود أو المدد الروحاني. بالنسبة للأيام للقيام بهذه الوصفة فهي طيلة أيام الأسبوع، تستعملين هذه الوصفة وتقوم بهذه الوصفة سواء الخميس أو الجمعة أو السبت أو الأحد أو الاثنين، أي يوم قمت بهذه الوصفة، ولكن يستحسن في المساء، يعني عندما يحل الظلام، أو سواء استعملتها يوم اثنين أو ثلاثة أو الأربعاء، ولكن يستحسن عندما يقوم يعني عندما يكون الظلام. بالنسبة للتحصين فهي لا تحتاج إلى تحصين، هذه الوصفة لا تحتاج إلى تحصين، يعني قومي بها بدون تحصين. قلنا قلم أسود أو المدد الروحاني، سوف تأخذين القلم والورقة، سوف تأخذين القلم والورقة وستكتبين ما سأملي عليك الآن، وسوف تلاحظين أن زوجك سوف يصبح تحت طاعتك، تحت خضوعك، تحت نفوذك، يعني ولا كلمة تعلو فوق كلمتك، وسوف تتذكرين كلامي بالحرف. أول شيء سوف نقوم به أن سوف نكتب ناديتك، ناديتك، وهنا سوف أقول لكم لماذا ناديتك يا درطانة، درطانة، در د ر ط نون وتاء مربوطة، درطانة. ودرطانة هي خادمة سحر الطاعة، يعني هذه جنية معروفة أنها تسلب الطاعة من الشخص وتعطيها للشخص، يعني هي خادمة سحر الطاعة، يعني تصبح هذا الإنسان اللي سوي له السحر طاعة يصبح تحت طاعتك، تحت خضوعك، تحت نفوذك. ناديتك يا درطانة يا خادمة سحر الطاعة أن تجعلي فلان ابن فلانة لا يرفع صوته علي ولا يحرك لسانه معايا، اجعليني أنا الملكة وهو عبدي، وهو عبدي، فحققي مرادي وودي. سوف نعيد، ناديتك يا درطانة يا خادمة سحر الطاعة، وكما قلت لكم أن درطانة هي خادمة سحر الطاعة، يعني يصبح هذا الزوج، يعني هذا الزوج تحت طاعتك، تحت خضوعك، تحت نفوذك، أو الزوجة أيضا تصبح تحت طاعتك، تحت خضوعك، يعني الزوجة تصبح تسمع كلام كذا كنت رجل وقمت بها للمرأة. أن تجعلي فلان ابن فلانة، يعني سوف تكتبين هنا اسمه واسم أمي، يعني اسمه واسم أمي، مثلا أنت زوجتي ولا تعلمين ما اسم أمي، هنا سوف تكتبين ابن حواء. أن تجعلي فلان ابن فلانة لا يرفع صوته علي، يعني لن يرفع صوته عليك، ولا يحرك لسانه معايا، يعني لسانه سوف يصبح مثل المشلول معك، يعني لا يحرك لسانه معك، الكلمة كلمتك والشور شور. اجعليني أنا الملكة وهو عبدي،
وهو عبدي، يعني سوف تصبحين أنت الملكة وهو عبد لك، تحت خلعك تسيطر، اجعليني أنا الملكة وهو عبدي، فحقق مرادي وودي. وأنت عندما تنادي لتحقق مرادك وودك، يعني سوف تجلب لك هذا الزوج ويصبح تحت طاعتك. سوف نعود ناديتك يا درطانة يا خادمة تحت طاعة، تجلب فلان ابن فلانة لا يرفع صوته علي ولا يحرك لسانه معايا، اجعليني أنا الملكة وهو عبدي يحقق مرادي. ثم سوف تأخذين الشمعة، ثم سوف تأخذين خيط من هذا، من خيط من الخيط الأبيض، سوف تأخذين خيط يعني خيط قصير شيئا ما، وسوف تأخذين خيط هكذا وسوف تضعيه تحت الشمعة هكذا، وسوف تقولين تعقدين العقد الأول، سوف تقولين عقدتك 100 عقدة حتى يصبح لسانك مثل الزبدة هكذا، وتعقدين العقدة الثانية وتقولين عقدتك 100 عقدة حتى يصبح لسانك مثل الزبدة، وتعقدين العقدة الثالثة وتقولين عقدت لسانك 100 عقدة حتى يصبح لسانك مثل الزبدة، وما تبقى من الخيط سوف تقومين بلفه هكذا على الشمعة هكذا جيدا، ثم سوف تكملين باقي الطلسم، وباقي الطلسم هنا سوف تكتبين هذه الطريقة، يعني سوف ترسمين مربع هكذا، مربع هكذا هكذا هكذا، ثم سوف تقومين بمثلث هنا ومثلث هنا ومثلث هنا ومثلث هنا، ثم نجمة سداسية هنا، ثم نجمة سداسية هنا، ثم نجمة سداسية هنا، ثم نجمة سداسية هنا، وسوف تكتبين هنا طاعة، وهنا سوف يصبح تحت طاعتك خوف، يعني سوف يصبح يخاف منك، يعني يحترمك خوف، وهنا سوف تكتبين خضوع، يعني سوف يصبح تحت خضوعك، وهنا محبة، يعني وستجيد تزيد المحبة بينكم، يعني حتى هذا الطلسم أيضا للطاعة والجلب، يعني سوف للطاعة والجلب، يعني ستصبح تحت طاعتك تحت خضوعك وتزيد المحبة بينكم. هنا سوف تكتبين اسمه، مثلا اسمه هو ياسر، ياسر على سبيل المثال، وهنا سوف تكتبين اسمك، مثلا اسمك أنت شيماء، سوف تكتبين هنا شيماء، هنا اسمه، هنا اسمه وهنا اسمك، هنا سوف تكتبين اسم أمك، مثلا اسم أمك أنت على سبيل المثال ثريا، وهنا اسم، وهنا اسم أمي، مثلا على سبيل المثال اسم أمي ليلى، مثلا لما يكون تفر معك اسم أمي سوف تكتبين حواء هنا، هنا هنا سوف تكتبين طاعة عمياء، هنا سوف تكتبين طعامي، ثم سوف تأخذين الشمعة وتضعيها هنا، ثم سوف تقومين بلف هذا الطلسم هكذا 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 هكذا، تقومين بلف الطلسم جيدا، ثم سوف تأخذين خيط ثاني وتقومين بعقد هذا الطلسم، وتعقدين 3 مرات وتقولين نفس الكلمة، عقدت لسانك 100 عقدة حتى يصبح مثل الزبدة، عقدت لسانك 100 عقدة حتى يصبح مثل الزبدة، ثم يعني بعد أن تعقد العقدة الثالثة سوف تأخذين هذه الشمعة، ويعني مباشرة في يعني إذا ما قمت بها في قلنا هذه الوصفة إذا قمت بها في الليل، يعني مباشرة سوف تحتفظين فيها في مكان ما، وفي صباح اليوم التالي سوف تأخذيها إلى واد أو نهر أو بحر أو إلى مجاري المياه الشارع، أو إلى إذا لم يتوفر لديك أي شيء من هذا القبيل سوف ترميها في المرحاض، يعني في المرحاض، يعني سوف ترمى في المرحاض، يعني في الواد أو النهر أو البحر أو مجاري المياه الشارع أو في المرحاض، مرحاض البيت. وإذا مثلا لم تستطيع أن ترمى في المرحاض كسرها هكذا وأرميها لكي تمشي مع مجاري المياه، ثم بعد أن تقوم بهذه الوصفة سوف يصبح تحت طاعتك تحت خضوعك تحت سيطرتك، يعني وقلنا ترميها في الواد أو البحر أو النهر أو في مكان في بحيرة أو في مجاري المياه الشارع أو في المرحاض في البيت، وسوف تلاحظين أن الزوج أصبح يعني مسلوب الإرادة، مسلوب الطاعة أمامك، والكلمة كلمتك والشور شورك. تحياتي لكم من الشيخ يونس المغربي، إلى فيديو قادم إن شاء الله. كالعادة من يريد أن يتواصل معي أو يريد عمل خاص يترك لي رسالة في الواتساب الذي سأتركه في صندوق الوصف. تحياتي لكم، إلى فيديو قادم إن شاء الله.